ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أما بعد، فقد فجعنا كما فجع كل الليبيين والعالم أجمع من مشاهد مروعة للكارثة المأساوية التي حلت بعدة مدن بالمنطقة الشرقية وعلى رأسها مدينة درنة، والتي كانت الأكثر دماراً وتضرراً جراء انهيار سدود المدينة وسقوط عشرات المباني وانجرافها بسكانها إلى البحر. وإننا إذ نعزي أهلنا وذوينا في المنطقة الشرقية عامة في هذا المصاب الجلل، وفي مدينتنا درنة خاصة، فإننا نشكر أهلنا في كل المدن الليبية عامة على ما قدمته لمدننا في الشرق من الإغاثة الغذائية والدوائية، وعلى الخصوص مدينتنا درنة، ونحثهم على المزيد والحرص على وصول الدعم لأهله ومستحقيه. ونطالب حكومة الوحدة الوطنية وعلى رأسها السيد رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، ونحثه على بذل المزيد من الجهد ومواصلة العمل ليلا ونهارا للوصول بمدينتنا المنكوبة إلى بر الأمان وإعمارها بعد ما لحقها من خراب، ومساعدة أهلها المتضررين بكل الوسائل المتاحة لاجتياز هذه المحنة الأليمة وجبر الضرر، وتشكيل لجان نزيهة وقوية لإعادة إعمار المدينة وتضميد جراحها المكلومة. وإننا نطالب من الحكومة والمدعي العام وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد والمجتمع الدولي وجميع أهل الاختصاص بفتح تحقيقات عاجلة وسريعة فيما حصل في مدينة درنة والشرق الليبي، وإحالة المسؤولين إلى العدالة، وإنزال أشد العقوبات بهم حتى يكونوا عبرة لكل المفسدين ممن تقلدوا مناصب وليسوا أهلا لهذه الأمانة، وتخفيفا لمحنة درنة ومواساة لها في مصابها. نطالب بفك أسر أبنائها من المسجونين. حفظ الله ليبيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم السبت 16/9/2023.